يا رجالة يا رجالة، وبعدين في السيلفر ده، بعدين في السيلفر والسوق ده اللي هو حرفيا يعني يا جدعان، انا الساعة 2 بالليل عايز انام وعايز اروح الجيم وتعبان، ويعني بصوا ربنا يستر علينا من السيلفر ده، ربنا يستر علينا من السيلفر ده ونشوف الدنيا بس كده ترسى على ايه. يا ترى هيرخص اكتر الواد ده ولا ايه النظام، ولا هيتجاب، ولا حكايته ايه؟ دينا بنتابع مع بعض، مش عارف، حاسس ان تياجو سيلفا ده اخر حاجة ليه، يعني مش عارف ليه حاسس كده قوي، حاسس كده قوي ان ده اخر حاجة ليه اصلا. مودريتش عمال بيزيد، حكيمي اوف 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 اوف، مش عارف، افكر اطلب حكيمي والله العظيم واتاجر فيه، بس انا مش عايز اعمل كده، مش عايز اعمل كده. بس بشكل عام انا اشتريت ستون، انا اشتريت ستون، بس عايز اشتري الفريز، بس مش عارف، حاسس ان انا مقلق، مش عارف ليه حاسس ان انا مقلق. ربنا يستر علينا يا رجالة، ربنا يستر علينا. طيب تعالوا ناخد بس كده الباشا ده، تعالوا ناخد الباشا ده، اشتري ب50 مليون، مفيش مشاكل. طب هترخص انت ولا هتغلى ولا حكايتك ايه؟ بس ده بيتسحب، ده ريتشارلسون بيتسحب اول باول. طيب يا جدعان انا بصوا، اديني خدت اسمه ده عشان نحط في التشكيلة، انا عايزكم بس كده تظبطوني في اللايكات، واللي مش مشترك في القناة يشترك، حالا نعمل عظمة، حالا نخرب التشكيلة، هنخرب الدنيا، هنخرب الدنيا سوا والله. اللايف ده، الفيديوهات دي والله هنخرب فيها الدنيا. بس استنوا بس كده، انا عايز اطمن بس كده. طيب تعالوا تعالوا كده، وبعد كده نرجع للسوق تاني، تعالوا نحط الباشا اللي احنا جبناه جديد. انا والله مش راضي اصور اي حاجة غير لما تكونوا موجودين، يعني دي حاجة تحسب لي بجد، حاجة تحسب. شايفين التناغم؟ شايفين التناغم؟ حالا نظبط الدنيا بتاعت ستونز ونروق عليه برانكات والجو ده. طيب ماشي، خد يا بلينجهام، لازم طبعا بلينجهام ياخد. انا لحد دلوقتي مجربتش ولا لاعب، ولا لاعب، مش عايز اجرب غير معاك، وهنجرب، ممكن نجرب دلوقتي نخش ماتشاية. طيب ايه المراقبة؟ مفيش. طيب ثانية واحدة كده، هو كده كده ستونز ده زاد 18 اصلا، مش هحتاج صح؟ ايوه مش هحتاج، كلهم زاد 18، ما فضلش غير كولوبالي، كده كده كولوبالي هنبيعه، وهنبيع فاندر سار، وهنبيع فان بيرسي. بصوا الفترة الجاية هنخرب الدنيا، الفترة الجاية هنخرب الدنيا، بس انا مش مستني، مستني الفرق الواد الفراز ده يرخص ولا يجيب اخره، مش راضي يجيب اخره ابن اللذين، مش راضي يجيب اخره ابن اللذين. طيب مودريتش، بصوا حكيمي، حكيمي النسخ بتاعته بتتشفط، حكيمي النسخ بتاعته حرفيا بتتشفط. بصوا الظاهرة، بصوا الظاهرة، يا لهوي يا لهوي، الظاهرة بيتان والله، الظاهرة بيتان. طيب طيب في حاجة كده أنا عايز أعملها، في حاجة كده أنا عايز أعملها الفيديو ده. امرابط ومودريتش ماشي. طيب أنا كنت عايز أعمل ايه؟ كنت عايز أدي الواد مودريتش 3 رانك، ست، ايوه اللي هو يبقى 30 رانك. بس كده عايز، استنى كده، عايز ابص بصة، عايز ابص بصة على اللعيبة اللي هو خدها اصلا. هل خد من اللعيبة التقيلة؟ لا ما خدش. نسكع، نودي، يلا نودي. والله يا مدريش تستاهل، تستاهل اكتر من هيك والله يا اخويا، تستاهل يا مدريش. تعالوا نبص على الارقام، عشان انا ما وريتكمش الارقام الفيديو اللي فات. سرعة 141، تسديد اوف 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 اوف، جامد مودريتش، جامد مودريتش. بس انا اراهن ان بلينجهام هيكون افضل منه 100 مرة، يعني بلينجهام هيكون احسن من مودريتش بكتير. وادي هو الباشا مرابط، انا عايز ابص على الفراز عشان معلش ده سوق، يعني فاهمين السوق ده، انتم الواحد ما بيضمنش فيه اي حاجة. اوف، نزلوا كده مرة واحدة ازاي؟ ده بينزل يا جدعان، ده بينزل، انا قلتلكوا والله، انا قلتلكوا، قلت لكم هو بينزل. طيب الفكره كلها ان انا ايه، مش عايز اجيب غير لما اطمن ان هو فعلا بيتصفى. 110، زاد 3، زاد 3. انا والله بقى خايف، خايف، انا عايز اخش اجرب اللعيبه بجد، عايز اخش اجرب مودريتش بعد التطوير، عايز اخش اجربه. بس الفكره كلها ان انا مقلق، مقلق والله. يعني ادينا اهو بنظبط التشكيل، عملت اللايك، عملت لايك يا اخويا كده، واحنا بنتابع السوق سوا. انا والله مرات العب لوحدي غير بيك يا اسطى، مش العب لوحدي غير بيك. انت ايه نظامك؟ مش هتخلص انت يا اسطى، انا بفكر اجيبك بكام تياجو سيلفا. اوف 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 اوف،
تياجو سيلفا برضو بينزل 51 نسخة، وده بينزل برضو، ده عمالين يتباعوا يا جدعان. بصوا انا هتابع اول ما الاقي النسخ كده فاهم بتتصفى على طول نسحب، اول لما الاقي النسخ على طول كده بتخلص نسحبهم. هرنانديز احلى من اشلي كول يا جدعان، عشان اللي بيسالني كتير، ناس كتير بتسالني اشلي كول ولا هرنانديز. لا هرنانديز طلع احلى يا اسطى، هرنانديز احلى يا اسطى. يا اسطى سرعته اصلا يا اسطى 180 تقريبا بعد التطوير لما اتطوروا 30 رانك. اوف اوف ده 56. طب تعالوا نبص كده لما يرخص تاني هنجيبه، ده 105 برضو عمال بينزل يا جدعان. انا مش هقدر ادخل ماتشين غير لما اجيبهم بصراحة. 57 وريني انت نظامك. 106، كل ان هو ينزل اصلا ل 106. ده هو فكرة ان هو وصل ل 46 مليون، ده انا شايف ان هي وقت حلو قوي اساسا ان انا اجيبه، بس مش عارف صراحة، خايف اجيبه واندم. طيب انا كنت عايز اعمل ايه، كنت عايز ابص بس كده على الواد الخرا ده نظامه. ماشي. طب ايه نودي الفاريز؟ ده في 105 نسخة، في 105 نسخة، ده 59. انظمكو انا مقلق. يخرب بيت سنينك يا الفاريز. تعالى يا مارتينيز بقى اقل سعر، تعالى يا مارتينيز بقى اقل سعر وانا هتابع معاك، ولو كده هجيبك برضه. يبقى احنا كده جبنا مين؟ جبنا الفيديو ده ستونز، وهنجيب الفاريز، ودينا طلب مارتينيز بقى اقل نسخة. لو ما جاش بقى اقل نسخة هطلبه بأعلى نسخة يا جدعان، ما جاش بقى اقل نسخة اطلبه بأعلى نسخة، اصل في 600 نسخة اهي من تحت. يعني اتمنى الدنيا تضرب ويظبطونا. نوف بينزل الفاريز يا جدعان، بينزل جامد قوي. والواد ده زاد، الواد ده زاد. طب ايه، طيب ايه الرعب ده، ايه الرعب ده؟ انت ايه نظامك؟ طلبتك بقى اقل سعر اهو، طلبتك بقى اقل سعر تيجي بقى، ما تتعملش معايا كده. حكيمي، حكيمي ايه نظامك؟ حكيمي في ناس كتير قوي يا جدعان عايزاه. الفاريز زاد 110. تياجو سيلفا مش عارف، مش مرتاح لتياجو، بس حاسس ان انا لازم اجيبه دلوقتي واخلص ورايح دماغي. بس الفكرة كلها انا محتاج الفلوس دي للتطوير، يعني حتى مارتينيز هل هيتطور؟ لا كويس ان هو هيجي زاد 18، مش هيرجع لي دماغي، بس انا محتاج الفلوس في تطوير اللعيبة دي. اللعيبة دي هصرف عليها رنكات وحوارات وقصص، فلا لسه في 600 رقم، لسه في 600. انا هصبر بصراحة، هصبر وان شاء الله يجيلي. وده برضو عمال في عمال بتكلم، بس مقلق من دول قوي، مش عارف مقلق منهم، حاسسهم هيتسحبوا. تياجو سيلفا ده احلى واحد، احلى مدافع فيهم، لان هو الوحيد اللي مستوى جهد الهجوم بتاعه متوسط، الباقيين مرتفع، الباقيين بيطلعوا لقدام. وانا كنت بفكر في ده بصراحة جافارديولا، بس يعني قلت يلا انجز. مشكلته بس الوحيدة السرعة من الكلب ده. ماشي اديني مستني. لا انت الواحد يطمن لك شوية، انت الواحد يطمن لك شوية، بس برضه هتابعك، برضه هتابعك. تياجو ماشي. طب اخش ماتش ثانية واحدة، انا كنت في حاجة عايز اعملها، في كذا حاجة عايز اعملها في الفيديو ده، بس مش عارفة هترسى عليا. بس الفكرة كلها لازم اجيب التلاتة اللي هو المدافع والمهاجم والحارس، عايز اجيبهم والله، عايز اجيبهم مريح نفسي. احنا طلبنا الحارس ده بيزيد 120، تياجو بيزيد برضو ولا بيقل ولا ايه النظام؟ طيب مش عارف، في حاجة كده عايز اعملها، ثانية واحدة كنت في حاجة كده عايز اعملها. وانا امرابط لو طورته احتاج لعيبة، خد من اللعيبة الكبيرة ولا لسه؟ كويس انه لسه ما خدش من اللعيبة الكبيرة، عايزين نطور امرابط برضو. نستنى على امرابط. مش عارف محتار، وحرفيا الفيديو حاسس ان الفيديو بيضيع مني.
رجالة. اه يا رجالة، مش عارف مش عارف مش عارف. ادينا طلبنا مارتينيز، طالبه بأقل سعر، طالبه بأقل سعر عشان خاطر في ناس كتير بتلعب عليه. يعني ادينا اهو بنتابع مع بعض، في ناس كتير بتلعب عليه. حلوة المتابعة دي، يعني المتابعة دي بتاعت هي اللي بتجيب اللعب، عارفين هي اللي بتجيب اللعب. وادي التشكيلة بتاعتنا لسه هنظبط فيها شوية حاجات تانية، لسه هنطور رنكات، لسه قصص، يعني لسه قصص. ديمبلي انت بتعمل ايه يا ديمبلي؟ خلاص امشي دلوقتي، احنا بقينا اوفر 130 ولسه ولسه. طيب يا جدعان، انا حاسس ان انا محتاج اقفل الفيديو على كده، ولو حصل جديد عشان هما كده شكلهم ممكن يستنوا شوية، ولو حصل جديد ازود ولا نبقى مع بعض. اهو بدأ ينزل، هيجي لنا مارتينيز كده كده، مارتينيز هيجي. نادينا اهو مستني شوية. التشكيلة بتاعتنا، انا عايز اجيب مارتينيز، لازم لازم لازم. دي التجارة، دي متابعة التجارة، دي اللي اسمها متابعة التجارة فعلا. ان انت تشتري اللعب بأقل سعر، تشتروهوش ب50، تشتروهوش في نسخ كتير. اه بص، هيبتدي يعلى دلوقتي، هيبتدي يعلى. احنا طالبينه ب44 700، في ناس كتير طالبة قبلنا. هما بيعملوا الحركة دي عشان خاطر في أرقام كتيرة أوي تحت. ستون ستون الدنيا معاه بتقع، حتى تياجو. مش عارف والله، مش عارف والله، مش عارف. بس كل اللي انا عارفه كويس قوي ان انا لازم اقفل الفيديو على كده، ونتقابل تاني قدام. السلام عليكم يا رجاله. اول ما هشتريهم كلهم بقى، تشوفوا الفيديو جاي بقى ونجربهم. السلام عليكم يا رجاله.